صباح الخير، صباح الرباح العائله كي دايرين. صباح التيسير وصباح التفاؤل. اليوم صح النشاط يا اختي، هادي شوفوا منفوخين يلا كي فايقين بروح رياضيه. فايقين رياضيه الى غادي نعرفوا فين غادي. غادي لنا واحد السوق هنايا باغي عندنا التيشورتات. في الصراحه عندها هي واحد جوج التيشورتات اللي كتمشي تشجع بهم المنتخب ديالنا. كتعرفوا اليوم لاعب ان شاء الله، ان شاء الله اليوم بالفوز ان شاء الله. اليوم ان شاء الله الرباح، الرباح نتفائلوا عليهم بالخير. المهم عندها جوج تيشورتات، قالت لي انت غتاخذي واحد وانا واحد، وعندها جوج كاسكيطات. ها شوفوا انت حسنه، قالت لك والو اليوم المغرب رابحه الرياضيه. المغرب المغرب المهم شجعوا نحمسوا اليوم القضيه. غنمشيو ناخذوا تيشورتات واحد اخرين ان شاء الله، نتوافقوا نلقاو اللون اللي بغينا. قلنا ناخذوا اللون الاحمر. خلينا اليوم محمسين. لا كل ما كتلعب الكره كتجيني محمسين. شو دير لنا هذا الحماس اليوم؟ كاين المغرب مشجعين عنده قويين. حسنا ديك النار بقات كتشجع حتى مشى لها الصوت. المهم اليوم غنمشيو نقلبوا على هذا تيشورتات حمرين باش نطلعوا فيهم ان شاء الله نجمه خضراء، حمراء وخضراء، حمراء وخضراء من المغرب. المهم ان شاء الله نلقاو انا وياها، ولا هما قالت لنا ضروري حتى انا واحد، حتى انا واحد معاكم. حتى هي غادي معنا تشجع الفريق ديالنا كتعرفوا. جوج كاسكيطات ياكي؟ يا كاسكيطات عندك؟ لا عندي غير جوج. بغيتي حمراء وخصك حمراء وخضراء. وعندك ديك الحمراء وخصي ليك وانا نزيد ليا وحده. وغتلقاي دابا حمراء اللون. لا نمشيو ناخذوها من الاخر وطبعوها. لا اللون الاحمر تلقاي موجود. نعم. المهم كما قلت لكم غنمشيو نطبعوا عند واحد السيد غيطبع لينا ان شاء الله. المهم دابا انا مشوشه غير التيشورتات ان شاء الله نلقاهم حمرين باش نطبعوا فيهم ديك النجمه. المهم اليوم اليوم ما كاينش، اليوم الحماس وغنشعل لكم الحماس ان شاء الله. الفيديو نسالي وننزلوا ويكون المنتخب ديالنا ربح ان شاء الله. يلا دابا حنا غادي نشد الطريق. عرفتي ولا باقي نفطرتي انتيا؟ والله ما فاطرين ما ضايقين، ما نقدرش ناكل دابا انا يا ما فاطرين ما ضايقين. انا ما شربت ما شربت حتى كاس قهوه. انا نمشيو نشرب القهوه انا. يا شوف شوفوا ها كاين لا ما كاينش في اختك نعاس. ها شفتي ناس صوني لك مني؟ هي صونات عليا كانت انا بتسكي مازال. قالت لي نزلوا الا قالت لي انا مالكي قلت لها دابا ما تمالو. المهم اتفقنا هذا الشيء عليه البارح بصراحه، كنا مجموعين دايرين واحد المؤتمر الدار عند اختي حاسه. اتفقنا قلنا خلو زوج غنديرو الصباح فين غنمشيو باش ما نترونوش، حيت لاعب ان شاء الله. حتى نوارات توريكم الاجواء عندنا في الامارات كيفاش كان، كيفاش كنشجعوا المنتخب ولو حنا في الغربه، يعني كيفاش كيكون عندنا الحماس ونروح لبلادنا. فان شاء الله اليوم غتعيشكم كل شيء نواره وغتوريكم كل شيء من ال لدوزات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وناجحين ناجحين رابحين رابحين. التفاؤل التفاؤل بالخير ديما. غنمشيو لدبي. او اللي ما شجع ماشي مغربي تمشي ليا وشوف وجهي هو بيتا كنحفظ في الناس نحفظوا نحفظوا شي حاجه. ولي كنتذكر والله حتى كنتذكر من كنت ليما بوجه ماشي مغربي. ليما بوجه كنا كنتذكروا داك الشيء ديال المدرسه النهار اللي كيكون اش كيكونوا نشيد نشيد وطني. لا عليك دابا غتمشي وغتسمع نشيد الوطني وغيجيك واحد التبوريشه وعينك كيغر واحد الاحساس. دابا انايا راني معاك وجاني احساس صبحت في الدار الدموع كيطيحوا لك غير الدموع عند الله. ودابا انتما الاجواء كلشي المغاربه منوضنا في كلشي البلدان ماشي غير هنا في الامارات، كلشي كلشي ما شاء الله عليهم في اوروبا في في الدول الخليج في جميع الدول منوضنا ما شاء الله ما شاء الله عليهم. ها 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 ظروفنا تسمحنا تحيه لكم. كان كانت ظروفنا تسمح لنا كون مشيت انا وياك لقطر وعشنا الاجواء الاجواء يعني قلب الحدث من وسط التيران. من وسط التيران ما كاين ماشي مشكل. اسباب خدمه والواحد الدنيا ماشي مشكل. هو في التيران كيكون غير ولكن ولي في التيران غير. المهم واخيرا لقينا الكاسكيطات في اللون الاحمر. ها هما ما شاء الله، ها هما اللون الاحمر. دابا غنطبعوا عليهم النجمه ما شاء الله. عرفتوا فرحت انا ملي لقيت الكاسكيطات والله. شوف كاين في اللون الاحمر ولا الاحمر؟ اه كاين في اللون الاحمر وخضر. دابا شحال عندك من وحده في الدار انت؟ عندي الخضر والاحمر. انت شنو بغيتي دير؟ دابا انا ندي هذه ندي الاحمر ونوئي لها من الاحمر. انا الخضر غير درتها صافي. دابا لقينا الكاسكيطات. دابا ديما الكبيره غنقلبوا على التيشورتات. دابا هما اللي باقيين كنقلبن. يعني نطلعوا الفوق كاين الحوايج حسنا الفوق الفوق. طلعوا الفوق بلاصه الحوايج. ها انت اختي خديت انا وحده ليا وحده لهما. وحسنا قالت بغات اللون الابيض مزيان. لا ويلي قالت لي وجهي لا حياتو ما تصورينيش ما تشوفوا الزيت. شوف فين حياتو فين دايره على ضحكه زينه. شوفي الناس اللي كدايره مع ذلك الابتسامه العريضه مغربي مغربي.
متحمس عرفت شو كنقلبوا دخلنا ما بين هذه الحوايج ما لقيناش التيشورتات مع الاسف الدونيات هذوك الحمرين تلقاو مكتوبين عليهم باغيينهم حنايا حمرين ما فيهم ما فيهم لا زواق لا ولا قلبنا المحل ما شاء الله المحل كبير ما كاينش حسنا نمشيو لبلاصه اخرى نمشيو دابا يلا سير نمشيو محلات اخرين المهم حنا خدينا هادو من المحل ونشوفوا حاجه اخرى في المحل اخيرا لقينا التيشورت حمر ما فيه حتى حاجه تزوقه يعني باش يلاه نزوقوا على خاطرنا قالت لي يفوز هو اللي غنبغيه المغرب 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 هانت المهم باش زوينين طوال ومفضل ومستورن هانت كبار يعني الطاي كبيره شوف المهم ناخذ دابا ناخذ انا واحد الالهام وواحد ليا حسنا تاخذي اللون الابيض الابيض انايا والسروال بغيت هذا حسنا تاخذ الابيض المهم حنايا تقدينا دابا غنمشيو عند داك الطباع اللي كيطبع باش يطبع لينا قادينا الامور وبعد نتحركوا ان شاء الله لهم راك توجد ايوا حسنا باقي لها السروال ماشي سروال ابيض لبستي كلشي ابيض حسنا باغا سروال ابيض صوره جربي دا لبسي معك كحال يجي زوين لا لا البيض في البيض حسن وغندير كاسكيطه في الاحمر ورايا حمراء ابيض احمر ما كاينش والخضر المهم هنا جينا محل ديال الطباعه عطيناهم التيشورتات انا نسوي لي ديزاين اوكي انا نشوف لي ديزاين انا يسوي لي هذا عليه مروكو من ورا يسوي لي من اللور انا بغيت ندير ياكي يطبع لينا النجمه انت تكتبي لي الاسم تكتبي لي الاسم المهم هنا جنال هذا اللي كيطبع هو اللي يقاد لينا الامور دابا هذا تو يا تو بيس تو بيس اوكي سوي بس هذا انا وري بس يسوي لك الرايه واش بغيتيها كبيره ولا صغيره باش كبيره كبيره انا يجيب فوتو وري فوتو هانتي شوفوا التيشيرت كي داير زوين المهم الحبايب انا لبست في الدار مشيت لبست وهانت كتشوفوا لابسه التيشيرت ديال المغرب واو عرفتوا كي داير زوين عجبني خصوصا انه مفضفض وجاي طويل ومستور جاي طويل من اللور ومن قدام هانتو كما كتشوفوا هانتو شوف اللور كيفاش جاي طويل هادشي اللي عجبني فيه المهم انا جايبه ديال الالهام ها هو قال له هما الكاسكيطات هاي لهما كتسناني هنا باش هاي لهما كتسناني هنا باش تلبس ديالها يلا لهما يلا وهنا وليد الركراكي الذي يكتب التاريخ نعم يكتب تاريخ بأول نقطة على اعتبار أن وليد الركراكي أول مدرب مغربي يحقق النقطة في كأس العالم هاشي جاتينا الصدمة هاشي سطرنا بالفرحة قال لك صافي ماركا وبيت كل شيء هناك يغوت في الأخير قال لك لا ما محسوبش التسلل أنا نفسي بحال الصدمة بحال الصدمة فرحنا وتصدمنا في الوقت في نفس الوقت لا هما كتقول لي لا ما يمكنش ولا لا ما يمكنش شنو غندير دابا باقي الشوط الثاني غنتسناو الشوط الثاني وين المغرب ديما المغرب 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 المهم سالينا الماتش وداكشي كلشي دابا عاد خارجين كلشي تفرتك
غنمشيو ان شاء الله دابا نشدو الطريق للدار. او الحمد لله بعدا داك التعب ديال الصباح، كنا فايقين مع الصباح ومشينا وجدنا وجينا ما راحش هباء. المهم كنا عندنا تفاؤل الصباح، قلنا ان شاء الله رايحين الحمد لله ربحوا بجوج الزيارة. ما تقدروا بيتي وخلي عندي لا يلا نمشيو نهزو عند المنوقه مريم الله العظيم.